مش قادر استنى. دكتور جلال العوضي هو كان معانا في الكومباوند؟ اه فندم حضرتك كان معانا، بس هو يعني عشان ما كانش بيختلط بحد ولا بيروح هنا ولا هنا، هو ده اللي اخرني على حضرتك. الدنيا مقلوبه بره، وبعدين يعني انا حتى عديت كده حاولت اعرف اي حاجه بس مانعين اي حد يخش الصراحه. معلش يا فندم، وبعدين عايز حضرتك يعني معلش تسامحيني في موضوع الفلبينيه اللي باظ ده. والله الراجل وعدني ان هو هيجيب واحده احسن من الاولانيه. واحده تانيه ايه؟ انا مخي فاصل خالص يا ميدو، انا مش بفكر في اي حاجه بنتي، مش عارفه اتكلم. ميدو انا هطلب منك طلب. موريني فندم. انا عايزك لو سمعت حاجه او عرفت حاجه في الكومباوند تيجي تقولها لي، ده بحكم شغلي الجديد او منصبي الجديد اللي انا مترشحه فيه في البرلمان. يعني انا ممكن اعمل تشريعات جديده اخدم بيها المجتمع، فعلشان كده عايزك تقول لي اي حاجه مهمه تيجي تقولها لي على طول. حاضر يا فندم، حضرتك موريني.